وإذا تنزل بالإسلام هذه النازلة وهذه الدهياء أقلك أقل أكل أمير المؤمنين أكل قليلا وحمد الله كثيرا ثم لم يزل بأبي وأمي يتفرس في السماء وينظر إلى النجوم وهو يقول هي والله الليلة التي وعدتها ما كذبت ولا كذبت فعظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون يا شيعة المرتضى لا يرتضى لكم صبر وسيدكم ذا اليوم مقتول ميلوا لنزح حياض الدمع عن كمل كي لا يقال لكم عن حوضه زولوا وإن كان قلب يقول الدمستاني رحمة الله عليه إن كان قلب قطام بل غلته مهند من دم الكرار مبلول فقلب فاطمة الزهراء محترق من أجله وغزير الدمع مهمول هو زينب ابنتها تنهل عبرتها من فوق وجنتها والدمع والشعر مسدول ولما قرب الفجر أن يطلع خرج أمير المؤمنين وتوسط صحن الدار وإذا بالإوز يصحن في وجهه المصيبة عندك مولانا انت عارفها زين وحافظها مولانا وإذا بأمير المؤمنين يقول صوائح ايه صوائح تتبعها نوائح من نسوة صوارخ وفي غداة غد ينزل القضاء يا أبا ما لي أراك تتطير قال ليس فينا من يتطير وإنها علامات للموت وهو يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله هي والله الليلة التي وعدتها ما كذبت ولا كذبت اللهم بارك لي في الموت وما بعد الموت فعظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون ولما أراد أمير المؤمنين أن يفتح الباب حرك الباب فانحل مئزره أيوا عليا فرفع مئزره على كتفه وجعل يشده وهو يقول اشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك فسمعته ابنته فنادت وغوثا أبا ما لي أراك تنعى نفسك ليلة القشرة من لفت حيدر بقيده قلب الطرفة وبنات تنوح بدو نجوم السماء والدمع منثور استوحش العالم على حيدر الكرار الله 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 مولانا وين أم كلثوم أبياتك هذه من السنة للسنة ما حد يدربها هالأبيات إلا الليلة أم كلثوم طلعت اسحب ذياء تقول يا ناصر الهادي ويا لا يا بويا حالتك
عليك والله ما غمضت عينك وشوفك عندك أفكار ولا ولا قلها يا بنت العمر قواب والأجل حا ما حد يفر من المقدر ولا ذيك يكفيكم الله من التشتت يا عدنان. قالت يا بويا ذوبت قلبي بهالاخبار ولا يا بوي ما نقدر على هضم الفجايع تروح وين وتترك الاسلام ضايع اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتار. إيه انت اللي بعيد عني شوية اذا حنيت شوية تبتش اللي صوبك. خوفي يا ابو الحسنين يتنكس لوانا خافي تهدم سورنا الله عليا وخافي تهدم سورنا ويهتك حمانا خافي غيلونك وتتشمت عدانا يا علي يا علي لا قالها الله جمالك تختل الداء ودعها ومسح بإيده على رأسها ويقول ابن فائز وشافت أمير المؤمنين كل ما أمير المؤمنين يمشي أبو له أبو واللي فاقد أبو ما يخالف لو بكى على الأبو لأن أمير المؤمنين رحمة يقول كل ما شافت أمير المؤمنين يمشي اختنقت بعبرتها يا رايح المسجد تصلي بالمسلمين عودتك بآيات من عمه وياسي ولا من طلع من عدها افهمت زينب كلامه شافت مسح بيده الكريمة على الهامة قال المنية لا دنت لها علامة اختنقت بعبرتها وهلت دمعة العين واقبل اصحاب المؤامرة عدو الرحمن المرادي ووردان بن مجالد وشبيب بن بجرة شيعة محبين والأشعث بن قيس يقول أن جاء لأمرك شيعة عظم الله أجورنا وأجوركم وكان قد خمد ضوء القناديل وكانت عصا وكانت قطام قد عصبت صدورهم بالحرير شيعة محبين وصل أمير المؤمنين إلى الجامع صعد إلى المئذنة فنادى الله أكبر وكان إذا أذن بأبي وأمي لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويخترقه صوته الجهوري عظم الله أجورنا وأجوركم سمعته بناته الدين أدام الله الله يا هدانا يا محلى التشهد تشهد في لسانك
يا رب لا تخيب رجعنا وردنا لسالم رد لنا سالم حمانا وحشة ولا ادري وش خبرها وحشة ولا ادري وش خبرها الله يكف الناس شرها نزل بأبي وأمي عن المأذنة ومر على قوم النيام وكان من ضمنهم المرادي وكان نائما على بطنه شيعة محبين توجه إلى محراب الصلاة إلى حيث مصرعه أذن وأقام وكبر تكبيرة الإحرام عظم الله أجورنا وأجوركم وركع الركعة الأولى سبحان ربي العظيم وبحمده ورفع رأسه من الركوع وسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية فلما هم أن يرفع رأسه من السجود مضى الملعون من خلفه وضربه بالسيف على رأسه أيوة عليا وشق عمامته ومضى السيف إلى موضع سجوده وخر في محراب الصلاة وهو ينادي فزت ورب الكعبة قتلني ابن اليهودية قتلني ابن النصرانية لا يفوتنكم الرجل أخذت الناس الدهشة سمعوا صوت جبرائيل بين السماء والأرض وهو ينادي تهدمت والله أركان الهدى وانطمست نجوم السماء وانطمست نجوم السماء وانفصمت العروة الوثقى أنا الذي مهاب من خيل والأرجاء ولهاب من خاض المنايا وخاض الأهواء ولو حاربت بالكون به حل زلزال قلبي فلا تروع ولا الزلين شلت اسمي أنا معروف بالشدات الأصعاب حسن وابوك تدري ما يهم براسه صواب واشوف يا ابني طحت من ضربة للبيت شيلوني ترى دمومي نزفت شالوه والعالم ينوحون والكل يذرف ماي العيون يا وفاد ويا ايتام ضعتون راح الذي بفية الأذون اسم الله على هزاز الحصون وين زينب لا لا والتفت التفت نادى وظل صعد انفاس صارت الرنة يا حسن يا ابني سكت الناس وسكت ابو فاضل العباس تدرون عني سيد الناس وما حد ما حد كفو مثلي من الناس ويوم الأجل قرب فلا باس جاني ابن ملجم نسل الأرجاس ضربني وانا ساجد على الراس وين زينب وين زينب قالوا نادت دمعتها همولة يا حسن يا شيخ الحمولة منه معاكم تحملوا له والناس كلهم ينحبوا له قالوا دمعتهم همولة هذا بوش ولا ترتجيله صالت عليه قطام صولة وصابه وسط الفرض غيلة غيلة منه اللي معكم تحملوا له من هل معكم شايلينه
ومشدود بالميزر جبينه، نادوا عليها يا حزينه هذا الوصل لترقبينه بوسط صلاته غايلينه، نادت دمعتها سخينه وشمتت الاعدى علينا. اوالي زينب تناديها الذي محمول من وين؟ بالله اخبروني يا اخوان حسن واحسان، قالوا لها يا مخدرة سيد الكونين في الحال طمت راسها وللقاع خره. حسش يا زينب ولا وطاحت زينب طاحت لو زين بس هالطيحة يا زينب، بعد كم مرة بتطيحين إليها بعد طيحة زينب؟ شلون؟ قال لما وقع الحسين من على جواده